مساء الخير عليكم مشاهدينا، سعيدة التقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفني التراثي ألحان عشقناها دائما على قناتكم الثانية دوزام. الفنون التراثية المغربية من الغنى والتنوع اللي كيجعل عدها وإحصائها أمر صعب، خاصة والروافد المشكلة للهوية المغربية متعددة، عربية، أمازيغية، حسانية، عبرية، إفريقية، أندلسية، كتمنحنا زخم في الألوان الأصيلة. في حلقة اليوم غادي نتوقفوا مع تقنويت بين جيلين باش تكون عندنا إمكانية الوقوف على تطور هذا الفن اللي تكرس منذ مدة كتراث لا مادي إنساني في القائمة الرسمية لمنظمة اليونسكو. كيحضر معنا اليوم جوج ديال المعلمين من جيلين مختلفين كيجمعهم عشق تقنويت. كنتكلم على المعلم عبد الله الكرد والمعلم عبد الله بن سعيد. مشاهدينا انا خليكم مع اول اهداء. اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، يا جانبي يا مولاي. Yeah, man, you.
وبادي لالا بلادي حمدي يوق ما يقبى صنباص راس وساني كشكول ولاد بامبرا افتتاح هذه الحلقه الجناويه من اداء المعلمين سيدي عبد الله الكرد وعبد الله بن سعيد. مرحبا بكم، تبارك الله عليكم وشكرا على هذه التحفه اللي هديتونا. المعلم عبد الله الكرد، هذا نهار كبير وشرف كبير وفرحانين بزاف تكون حاضر معنا اليوم. شكرا لله، كنشكركم على الضيافه اللي ديرتونا. مرحبا بك. على احسن شرف اننا نجيو نشاركوا بالمناسبه ديال التشجيع. عبد الله هو اللي جعل غالي، هو اللي بلغ لي. تبارك الله عليك. استحياء العلاقه اللي عندي مع باه، كانت لعبت مع باه بزاف. تبارك الله عليك. سي عبد الله الكرد، انت تبارك الله عليك من الرواد ديال قناوه. نبغيو نعرفوا كيفاش بدات المسيره ديالك وكيفاش بدات حكايتك مع قناوه وفين وصلت. خلقت انا في دار قناوه،
بحكت واحد ما عندي كنا كانوا ساكنين مع بعضهم بعض وانا واحد من الجيران ديالهم خلقت تما وتقريبا كان تقريبا كل اسبوع كتسمع تقنويت فتما سكنت لي ودخلت لي في الدم ديالي وبديت كنحاول نتعلمها. تبارك الله عليك تبارك الله عليك سي عبد الله. وانت اليوم مازال معنا ومازال كتشجع الشباب باش يستمروا في قناوه وشرفتي البلاد في محافل دوليه تبارك الله عليك. المعلم عبد الله بن سعيد انت من الشباب اللي ما شاء الله ورثوا تقنويت ابا عن جد الى قدرنا نقوله. بدينا الليله القنويه المصغره في هذه الحلقه مباشره مع ولاد بامبرا. بغيناك تعرف المشاهد على الطروحه اللي كيسبقوه وكيكونوا في الليله الفعليه ديال القنوه. شكرا لاله سناء على الاستضافه وفي نفس الوقت كنشكروا القناه الثانيه دوزيم والشكر موصول ايضا جنود الخفاء بطبيعه الحال وكل المشاهدين اللي كيشاهدونا عبر القناه ديال دوزيم. بالنسبه لليله القنويه يعني هي ليله يعني عندها طقوس خاصه طقوس صوفيه اللي كتجمع هو واحد الملتقى. باش كتبدا الملتقى ديال اذا بغيتي تقول ديال واحد المجموعه ديال الثقافات بما فيها الثقافه البربريه العربيه الاسلاميه السودانيه اللي هي اش كيقولوا لها ثقافه الام. ثم ايضا لا ننسى اليهوديه ايضا الثقافه اليهوديه ايضا. فالليله القنويه هي عباره عن ما يعرف بالعاده كتبدا عندنا بالعاده اللي كتكون بالطبول وكتكون عندها طقوس خاصه لان الحديث يطول حول الليله القنويه والوقت لا يسمح اننا نشرحوا. طيب فكندخلوا بالعاده ثم اننا من بعد العاده كنعملوا بعض الطروح ديال ولاد بامبرا اللي هما اصلا الطروح ديال 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 الاصل هذوك هما الجذور الا بغينا نقولوا لان الطروح ديال بامبرا كاملين كينتموا الى سلاله البامبرا الموجوده في السودان الغربي. مفتوح الرحبه فين كيكون مفتوح الرحبه كيجي من بعد اولاد بامبرا كنعملوا مفتوح الرحبه. مفتوح الرحبه هي باش كندخلوا للعالم الروحاني الصوفي إذا بغينا نقولوا بهذه العبارة الروحاني الرباني الصوفي. فلذلك فملي كندخلوا نفتحوا الرحبة كنجيو من بعد كنعملوا المحلة ديال مولاي عبد القادر اللي كتنتمي للطريقة القادرية اللي كتعتبر أول طريقة اللي دخلت من السودان الغربي. هي أول طريقة صوفية اللي جات من الشرق ودخلت إلى السودان الغربي. طبعا الفن القناوي ما شاء الله عنده قواعد واضحه ومحدده ومازال غادي نهضروا عندنا ليلتنا مازال مستمره وكنوعد المشاهدين بواحد الماده دسمه ديال التقنويت. غادي نستمتعوا معكم مره اخرى مشاهدينا مع المعلم عبد الله الكرد والمعلم عبد الله بن سعيد في هذا الطرح ثم نواصل. Oh,
يا نبي يا سيدي ¡Gracias!
البحريين مع بابا سيدي كانت هي المحلة والطرح اللي تمتعنا به مع المعلم سي عبد الله بن سعيد. تبارك الله عليك، ما شاء الله عليكم، كيسعدنا تبارك الله نشوفوا هذا الانسجام مع الجوق. سي عبد الله، الكرد لقاء ديالك بالامريكي راندي ويستون سنة 1967 ياك صحيح، عازف البيانو، فتح مرحلة جديدة في مسيرتك الفنية، كيفاش كان اللقاء ديالو، كيف بدا وفين وصل؟ اللقاء ديالي كان مع السيد راندي ويستون من 64 بواسطة واحد الأستاذ كان كيقري في السونتر كولتورال الأمريكان، كان كيعرفني ملي جا راندي طنجة تلاقى هو ويا وداكلو في الموسيقى، قال له قربك لعندهم، هو اللي كان السبب ديال التلاقي بيني وبين راندي واسان. وانطلقنا من ديك التاريخ هذاك وحنا ماشيين مع بعضنا إلا حتى 64 بديت كنخصني نشاركو، هو كيسافر بزاف على العالم كامل تقريبا. كيفاش عاد ماشي 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 ماشي، بقيت كنتحايل، تسبرت التقاعد ديالي، طلبت التقاعد، ساعدوني عطاوني التقاعد ديالي من ديك الطريقة 72 وأنا كنطير مع راندي. ما خليت لا اوروبا ولا لا اوروبا ولا امريكا ولا افريقيا. يا سلام، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك معلم. هو قبل ما قبل الرحيل ديالو جازارك في طنجة وكان فرحان بزاف انه يتلقى بك المعلم عبد الله بن سعيد. انت كذلك، ورغم نقدر نقولوا صغر سنك بالمقارنه مع المعلم ديالنا سي عبد الله كرد، كانت عندك صولات وجولات في العالم كله للتعريف بهذا الفن. نعم، كلمنا على بعضها. نعم، اول حاجه انا شرف لي انني نجلس، يعني شرف لينا كاملين، راه ما تصورش السعاده في حضره المعلم عبد الله الكرد اللي كيتعتبر بالنسبه لنا هو عميد وقيدوم المعلمين القنويين في مدينه طنجه وفي شمال المغرب. وبالنسبه لي انا كانت اول مشاركه ديالي هي الاستضافه اللي استضفتني اليونسكو في 2002 من بعد الاحداث ديال 11 سبتمبر اللي كانت عرفتها
الولايات المتحدة الأمريكية في 2001. ففي 2002 قررت اليونسكو أنها تعمل واحد المهرجان ديال التسامح وديال تلاقي الحضارات وتسامح الديانات، فكان في مدينة ميونيك الألمانية، وكنا مثلنا المغرب آنذاك في أول خرجة ديالهم. ثم من بعد جات دخلت في واحد لوريزو انترناسيونال ديال لي ميوزيسيان انترناسيونال دي ميوزيك ساكري دو موند، غير في اطار الموسيقى الروحيه. فانا يمكن عكس سيدي عبد الله، يمكن سيدي عبد الله مشى في المسائل ديال الجاز وديال لا فيزيون، انا بقيت يعني في اطار المحافظه البلديه ولو ساكري يعني اللي هي روحانيه، في حيث اننا ملي كنقدموا الوصله داخل البلاطو ديال لو فيستيفال انترناسيونال دي ميوزيك كنحضر جميع اللوازم ديال الحضره وجميع اللوازم ديال الطقوس الجنويه كتحضر في اطار ديك الوصله اللي كنعملوا او ديك المحله اللي كنعملوا باش كنعطيو للناس ونعطيو للعالم ونعطيو للصحافه اللي كتكون كتابعنا يعني بواحد الشيء كبير شنو هي الثقافه الجنويه. حيت كاين الفرق ما بين الثقافه، انا علاش كيقولوا اهل الملحون الا ما تخونيش الذاكره، المنحول فرجته في كلامه وحنا فرجتنا في روحانيتنا يعني ضروري خصنا نبينوا ديك الجانب الروحاني، الجانب الرباني ونعطيو الاصاله ديالنا. وحديثنا مازال طويل على قناوة، مشاهدينا غادي نخليكم اللحظه مع طرح قناوي اخر مع عبد الجبار بالخير رفقه مجموعه دار قناوة بقياده المعلم عبد الله الكرد وابناء قناوة بقياده المعلم عبد الله بن سعيد، ونواصل. بابا الهاشمو شيمو شريف الوطن، هاشمو مرحبا قولوا مرحبا مرحبا سلطان، هاشيمو شريف الوزاني، هاشيمو شريف الوزاني، هاشيمو مرحبا قولوا مرحبا مرحبا قول الاسم، هاشيمو بابا الهاشيمو هاشيمو شريف الوزاني. يا رجال الله شايبوني، شايبوني يا رجال الله شايبوني،
يا سيدي طه طه طوي طه يا سيدي طه مولاي محمد طه مولاي الحاج عسلم طه مولاي محمد طه يا سيدي يا سيدي طه مولاي محمد طه يا سيدي مولاي محمد ويا رجال وزان طه مولاي محمد طه يا رجال عسلم يا رجال وسام يا حاج عبسام شريف يا جد شريفة وشريف مولاي عبد الله شريف انظروا رجال وزن انظروا مولاي عبد السلام مولاي عبد الله شريف مولاي الدرقة مولاي السيف مولاي عبد الله شريف مولاي عبد الله
مشاهدينا كنعيشوا اجواء جميله في حلقه اليوم اللي خصصناها القناوه من برنامجكم الحان عشقناها مع جوج ديال الاجيال في الفن القناوي مجتمعين باش يهديونا هاد المتعه المعلم عبد الله الكرد والمعلم عبد الله بن سعيد عطاكم الله الصحه وسمعنا المعلم عبد الجبار بالخير. المعلم عبد الله سمعنا الطرح ديال الشرفاد وزن كنظن هذا من 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 الطروف الخاصه بالتقنويات ديال شمال المملكه. بغيناك تكلمنا على هاد الطرح شنو كيتقال فيه بالضبط؟ الفتره اللي جاوا فيها العبيد من السودان الغربي يعني لجأوا الى واحد المجموعه ديال الزوايا المغربيه بما فيهم الزاويه ديال دار وزان اللي كانت في الشمال، فلذلك هي عباره عن مدح ديال جميع الشرفاء الوزانيين يعني ابتداء من سيدي الحاج عبد السلام، سيدي الحاج العربي، للزواوه، الشيخ الطريقه اللي هو مولاي عبد الله الشريف بطبيعه الحال، وهذا هو هذه هو المضمون ديال المحله ديال دار وزان، هي عباره عن مدح الشرفاء ديال دار وزان تيمنا بالعطف ديالهم، ولانهم فتحوا الباب هما اول الى ما نقول لك هما اول طريقه شامئه هذه اللي فتحوا الباب ان واحد المجموعه ديال العبيد استقطبوهم لانهم كانوا انذاك الزوايا كتقوم على استقبال واحد المجموعه ديال اللاجئين، وواحد المجموعه ديال اللاجئين اللي جاوا من السودان الغربي واللي كانوا في لجؤوا مجموعه ديال الزوايا بما فيهم الزاويه القادريه، الزاويه الوزانيه، نعم. الزاويه التيجانيه، الابراهيميه، الموسويه، عندنا واحد المجموعه ديال الزوايا. شكرا سي عبد الله، كل شكر على هذه المعطيات القيمه. غنسولك المعلم عبد الله الكرد، دار قناوه عرفت الترميم وجديد وهي اللي كتحتضن الجمعيه ديالكم، بغينا نعرفوا شنو هي اهم المشاريع اللي كتخدموا عليها. فانا عاشق الموسيقى والمسرح اللي كاين في تكناويت، تكناويت بالنسبة لي أنا مبنية على الموسيقى والمسرح، ديك الموسيقى جلابة بزاف، علاش؟ لأن مبنية على التاريخ وعلى الماضي ديالهم، وبه كانت وسيلة وحيلة باش شبروا الاستقالة ديالهم، الحرية ديالهم، وخرجوا على برا يألفوا مجموعة لبعضهم بعض. والجمعية ديالكم شنو هما المشاريع اللي كتخدموا عليها اليوم؟ حنا محافظين فقط. تبارك الله عليكم. لانه اللي كان في ديك المرحله العبيد هما هما اللي جوزوا ديك المراحل بحال الجاز بحال البلوز بحال التكناويت وبحال بزاف ديال الطرقات اللي كاينين. المعلم عبد الله الكرد، بفضل مجهوداتكم اليوم كنشوفوا الخلف، وحالا غادي نسمعوا البنيه ديالك في هاد الوصله هذه. غادي نبقاو مع محله قناويه اخرى مع مجموعه دار قناوه بقياده المعلم عبد الله الكرد ومجموعه ابناء قناوه بقياده المعلم عبد الله بن سعيد، ثم نواصل. Baba Boyan,
اللهم صل عليك يا رسول الله. اللهم صل عليك يا نبي محمد. الفن القناوي بسحر آلة الهجهوج، خاصة وحنا عندنا اليوم تعبئة مضاعفة مع جوج ديال المعلمين، كيحرك أحاسيسنا ووجداننا وكيخلينا أكثر التصاقا بجذورنا بهويتنا. عطاكم الله الصحة تبارك الله على اللحة اللي ما في هذا الأداء الجميل ديالها ما شاء الله عليها، الله يسخر فيها المعلم عبد الله الكرد. سؤالي ليك هذه المرة، مع الجازمان الكبير راندي ويستون مسيرة أكثر من 50 سنة، ومع البلوزمان جوني كابلن لعبتي كذلك وبزاف ديال الأعلام، نبغيو نعرفوا شنو هي أهم الحفلات اللي درتي. ماشي اللي عملتهم باش شاركت فيهم، بزاف. شنو هي الحاجة الحفلة اللي عمرك تنساها واللي بقات في البال ديالي بزاف؟ هي كاتيبوري كاتدرال في لندن، الانستيتيوت دي موند عرب باريس، وفي هوليوود شنو كانت؟ هوليوود في كاليفورنيا. في كاليفورنيا شنو كان؟ كانت الجرامي. جميع الموسيقيين الفنانين كيجيو يديو الكاتيجوري ديالهم. تبارك الله عليك وكتستحق هذا التكريم هذا، وكنفتخروا بك الحاج عبد الله كرد. بارك الله فيك، ونورتينا اليوم وشرفتينا، ما تصورش السعاده ديالنا، لان عطيتينا واحد الجو فيه واحد الروحانيه كبيره، وخصوصا فاش وقفتي ورقصتي مع 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 قناوه. هذا راه انا غير لبستك شي طقم حتى انا نفرجكم شويه. تبارك الله عليك، جاتني الغيره من الشنو كيلاقزو انا لا. ولكن لفتيهم انا بعدا عجبتيني اكثر منهم. تبارك الله عليك، الله يحفظك، الله يحفظك. المعلم عبد الله بن سعيد، انت وريت تقنويت واللي اليوم ولا عندها مكانه خاصه واعتبار كبير اكثر من الماضي، وهذا الشيء ولينا كنلاحظوه. واش نقدروا نقولوا ان مساله الخلف في هذا اللون ما كاينش خوف عليها، وشنو ممكن نديروا باش نضمنوا الاستمراريه ديال هذا الفن؟ هو حقيقة هي دابا تقنويت دخلت لواحد لوستاج اللي هو انترناسيونال، والاعتراف ديال اليونسكو بالتراث القناوي كتراث لا مادي للإنسانية في 2019، يعني هو تشريف وفي حد وفي نفس الوقت هو تكليف، لأن يجب على الشباب يعني ويجب على التراث أنه يستمر ما بدأه المرحومين رحمهم الله. فلذلك انا كنشوف ان التقناويت ولله الحمد شبر المسار ديالها، وكما شتي اليوم معنا في البلاطو اننا عطينا رساله ان ديال الاستمراريه، ان هذا الشيء ما خصوش ينضطر، ما خصوش ينقطع، وان الشباب يعني يجب ان يحملوا المشعل
فشتي تبارك الله الشباب الابناء ديال سي عبد الله لاله حليمه ولا سيدي عبد الجبار يعني، وكاين شباب اخرين تبارك الله اللي استسمح يعني ما ذكرت الاسماء ديالهم، فلذلك الحمد لله ما نخافوش على التراث، وان شاء الله التراث راه هو فارض الوجود ديالو. هادشي هذا كيفرح، وكنتمنى تكون نسمع نفس الهضره على بعض الالوان الاخرى الالوان التراثيه. كنهنئكم على هذا الاشتغال وهذا الجديه والاجتهاد اللي كتجتهدوه في هذا الميدان اللي هو تقناويت. حقيقة كنا جد سعداء أنكم تكونوا معنا وتشاركوا معنا في هذه الحلقة اللي خصناها للقناوة. مرحبا بكم، مرحبا بكم في أي وقت في برنامج ألحان عشقناها. وشحال جميل هذه صلة الوصل اللي كتكون بين جوج ديال الأجيال اللي متشبتين بالهوية والأصالة المغربية. مشاهدينا مع الأسف الأوقات الجميلة كتدوز بسرعة كبيرة بزاف. غادي نخليكم مع آخر وصلة قناوية، فرجتكم ممتعة، إلى اللقاء.
يزي عبي لكو يا لماني عبي لكو عبي لكو يا لماني بابا سيدي يا لماني سيدي يا لماني عودك يا لغمامي ربي يا سولي ربي يا بوي يا لغمامي حيب العمامة يا لغمامي عز القيامة يا لغمامي ربي يا سولي ربي يا بوي يا بابا سيدي يا لغمامي سيدي يا لغمامي ربي يا سولي ربي يا بوي يا ربي لا بوي يوم علي قام علي الأرض يا الله صل علي صل علي